أحلام مشروعاً تربوياً ضخماً وطموحاً ومتميزاً، شعاره مدرسة الإبداع والأخلاق. هدفه هو جعل مؤسسات تساهم في صناعة جيل مبدع وخلوق في المستقبل. ونحن كأطر تربوية نؤمن بهذا المشروع إيماناً كبيراً، ونعمل على تحقيقه أو تحقيق ولو جزء منه من خلال مزاولتنا لمهمة التدريس في هذه المؤسسة. سأعطي نبذة مصغرة لمنهاج تفكر، فهو منهاج تربوي يرتكز على رؤية فريدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، تهدف إلى بناء شخصية الطفل الإبداعية والأخلاقية القادرة على المساهمة في دور فاعل في البناء الحضاري.